طبعا البلاد تأثرت بامتدادات مرتفع جوي من البحر المتوسط. هذا المرتفع الجوي كانت ترافقه رياح شمالية غربية نشطة السرعة تتراوح سرعته بين 30 إلى 40 كيلومتر بالساعة. نحن متوقعين أنه هذا شدة الغبار سوف تخف تدريجيا صباح يوم الاثنين إلى أن يزول بعد الظهر. أما بالنسبة لدرجات الحرارة سوف يكون هنالك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية. في المناطق الوسطى سوف تتراوح ما بين 45 إلى 47، أما في المناطق الجنوبية تتراوح ما بين 47 إلى 50 درجة مئوية، أما في المناطق الشمالية تتراوح من 39 إلى 42 درجة مئوية.